مشروع السلامة العمومية هو واحد هدف من الأهداف اللي أعطت الانطلاقة ديالو السيدة رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، اللي القصد ديالو هو تقديم واحد دراسة ميدانية حول جميع المشاكل اللي تتعاني منها الساكنة في مدينة الدار البيضاء، بحيث أننا غنرصدوا جميع العيوب التي يشتكي منها المواطن، من حيث المشاكل ديال الإنارة، مشاكل ديال الأغراس، المشاكل ديال الطرقات، المشاكل ديال الفئران، ديال الحيوانات الشاردة، جميع الأمور اللي ممكن يتشكى منها من خلال وسائل التواصل أو من خلال الشكايات اللي تدير. حنا أون فأنتيسيبي هذه المسألة هذه باش نعطيو لجميع رؤساء المقاطعات ورئيسة المجلس المدينة واحد الوضعية دراسة رقمية مضبوطة جغرافيا بجميع لي ديمونسيون ديالها، باش يكونوا التدخلات ديال جميع المصالح والمرافق المعنية باش تتم الإصلاح ديالها في أقرب الأجال، وكذلك اللي ما يمكنش أنه هذه المصالح دير لها المعالجة ديالها اللحظية سيتم برمجتها في إطار البرنامج العمل الجماع ديال جماعة الدار البيضاء ولا برنامج عمل ديال المقاطعات من أجل إصلاحها في إطار الصفقات اللي غادي تتم البرمجة، وغادي تكون مبنية على واحد الدراسة ميدانية وقدم تكليف شركة الدار البيضاء للخدمات من خلال وحدة الشرطة الإدارية بالقيام بهذه الدراسة الميدانية في جميع المقاطعات ديال جماعة الدار البيضاء. هاد الدراسة الميدانية تتهم الشوارع والأزقة اللي فيها اختلالات، كمثلا نعطيك نموذج، مثلا شجرة مقطعة، شجرة طايحة، قادوس ما عندوش الغطاية ديالو، حفرة في الطريق، شي ضوضان ماشي هو هذاك ماشي كوريكت، مشكل الإنارة بالليل، تيدروا تكونوا زيارات في الليل باش نشوفوا المشاكل الإنارة، بعد القنوات الواد الحار اللي هي مثلا فايضة، تسربات مائية، مستنقعات مائية ممكن تشكل واحد المرتع لتكاثر الحشرات، ثقوب في الجدران اللي تتشكل مرتع لتكاثر الجردان والفئران. واحد الدراسة بتتهم جميع المشاكل اللي ممكن تضر الساكنة في المحيط ديالها، تستدير في البيئة ديالها، وبالتالي غادي تتم البرمجة ديال التدخلات ديال المصالح المعنية كليديك مثلا، كزبيئة في مجال محاربة الحشرات والفئران والجردان وجمع الكلاب والحيوانات الشاردة، كمثلا شركة كازا ترانسبور بمسائل ديال الطرقات اللي عندها علاقة بالترام وهذا. دونك جميع الأمور اللي كل ميدان غيتدخل وغيكون واحد بوان فوكال اللي هو في جميع المقاطعات وفي مجلس المدينة، اللي هو مصلحة التدبير المفوض، اللي هي اللي غتقوم بتوزيع تدخلات ديال الإصلاح في المستقبل إن شاء الله. الدور ديالنا احنا كشرطة إدارية من خلال المراقبين ديالنا اللي يتم توزيعهم وتجميعهم، لأنهم هاد المراقبين هم معينين بمقاطعات، يتم تجميعهم خلال واحد الأسبوع بمقاطعة من خلال هاد الدراسة هذه، تتوزعوا على جميع الشوارع والأزقة باش يرصدوا لنا هاد العيوب هذا في خلال واحد النظام رقمي اللي يتم التفعيل ديالو، واللي غيقدم واحد تقرير في آخر المهمة، تقرير مفصل بجميع الامور بالصور ديالها بالجيولوكاليزاسيون ديالها اضافه الى تفصيل لهذاك المشكل، وكذلك واحد تقرير سانتيز اللي غيتعطى للرئاسه من اجل بلوره السياسه ديالهم في تدخلات في برنامج العمل من اجل اصلاح الشان والتدبير المحلي ديال المدينه.